لانه تعرفوا انه توا احنا في الوقت هذايا الشجار كل تقريبا نداويوهم، فبالتالي لازمنا نحافظوا على المعلومه هذه انه لابد باش نغسلوه تحت مجاري باش التوال اللي فيه الدايره بيه تتنحى، وهكا بكل سهوله نتخلصوا من كل البكتيريا الموجوده. راهو فيه نعطيكم انا لا كونتيتي هنا الكيلو ناخذ عليه 4 مغارف ملح. اوكي انا باش ناخذ حسب اللي عندي هنا. بون خلصت هذا الكل. بون نخلط هذا الكل، نخليه لمدة 3 أيام في الهواء مش في الشمس، نخليه في الهواء وكل يوم نقلبه، كل يوم يتقلب هذا باش الماء نتاعو يهبط. البريفيرونس كيما قلت لكم نخليوها في الفرفة، ديما نقلبه في الهواء، ديما في الهواء. أي الفرفة الحلفة ما عندكش مسالش، انش روحك على غربال يكون من الحلفة، عرفت مش حديد بيان سور خاطر فما الملح. أيوا دو توت فاسون حتى في بانو مش مشكل، لكن هنا ديما تخلص من الماء. علاش؟ لأنه هنا الملح بتاعنا مفعول الهواء اللي باش يقعد فيه باش يتحول للسائل، الملح ديما يخرج السائل. دونك خليوه 3 أيام هو في الملح هكايا، بعد 3 أيام هذوما نغطسوا في ماء يكون دافي مش سخون، دافي. شنو باش يصير؟ كعكة الزيتون بعدك 3 أيام باش تتكمش شوية بالماء الدافي باش تتحل وتولي يابسة، تاخذ الشكل نتاعها النهائي. بعد ما عملناها في الماء الدافي هذا نخليه حتى يبرد عليها تماما، وبعد نعاود نحطه في ماء تمبيراتور امبيونت لهنا، التمبيراتور هذيا نخليوها لمدة 3 أيام، لكن على الكوجينة عادي يعني تنجم وكي حتى تغطيه ما تغطيش بحاجة تغم عليه، جوست تبقى موسلين ولا حاجة كيما هكا سي تري بيان. بون نعاود المراحل باش تفرقوا أكثر. دونك قلنا نغسلوه تحت مجاري، نحطه في الملح لمدة 3 أيام، الكيلو عليه 4 مغارف. بعد نغسلو مش نغسلو بون ننقعو في الماء يكون دافي حتى يبرد عليه تماما، ومن بعد نعاود نحطو في الماء لمدة 3 أيام، الماء اللي نحطو فيه من غير ملح، ثاني مرة من غير ملح. بون نصفيه، بعد ما نصفيه باش ناخدو نزيد عليه الملح المرة هذيا على الكيلو 3 مغارف، فوالا فما فرق، لو مرة حطينا 4 تخلصنا منه، توا باش نعملو 3 مغارف، أوكي؟ عملناش 3 مغارف، نخلي على جهة باش نستعملو. دونك باش ناخذ حاجة أخرى، يجي خذ عليا، باش ناخذو الثوم بالقشرة نتاعو، باش ناخذو الثوم بالقشرة نتاعو، عندي هنا في صحن، باش ناخذ عندي هنا كعبة سفنيرية، على كيلو كعبة سفنيرية لارجومون سيفيزون، باش نعملها نبرشها، نجم أنا ما نبرشهاش الحاجات اللي باش نقول لكم عليهم تو الكل تحطهم في الميكسور، جوست نهوشهم. السفنيرية هذيا فيها الألياف، دونك هي مادة حادة كذلك، هكا علاش نعملوها، أون بليس تعطي أن أفون. بون عملنا دونك السفنيرية، عملنا ثوم، باش نحطو ورقة ولا اثنين رمت، عندي هنا شوية كليل، بون هنا الكونتيتي بالنسبة ليزارون هنا ديما حسب انتي شو تحب القوة تاع ليزارون. عندي هنا شوية زعتر دو بريفيرونس يكونوا شايحين على خاطر انا با بزوان باش نزيدو المادة السائلة لهنا. وعندنا شوية في الفلاكحل يكون صحيح اونغا. بون تقريبا عندي لهنا بالنسبة للكيلو ناخذ 8 كعبات، بون حتى 10 سي موش سي با غراف. باش نعملو آخر باش ناخدو توا قطع قرص. بون هنا باش قطع قرص بالنسبة لهذايا، بالنسبة للكيلو باش ناخدو 250 غرام قرص، نقصوه على شكل اللي السكينة ما نقصوش. جيب لي السكينة وينها؟ وسخرة جيب لي لك. نحطو الزيتون نحيوه على جهة، بعدين باش نعصر، نعصر هكا ونحطها في الميكسور مع هذوما جست باش يوليو مهروشين. مع هذايا باش نزيد شويه خل، الخل الابيض دو بريفيرونس. احنا عندنا هنا كوزينير كيسابيل اندري، هنا يما كونسيي دو فار فينيغ بالزاميك سي سا؟ ها؟ فينيغ بالزاميك معروف برشا، عنده انا راهو ياسر كيفور وبنين برشا. بون احنا نعملو الخل الابيض فوق بابا، وبعد باش نزيدو شويه زيت. هذوما اللي حطيتهم انا الكل حاول باش تحطهم في الميكسور جوست تهروشهم. بون شنو باش نعملو توا؟ هذا اللي حطينا له توا 3 مغارف
ملح باش نحطو هنا في حاجه بيسيوري. انا عملت في هذه شفتوا مليحه، احنا عاده السفرسي نعملوها في الجره هذه. بون انت تحطها مع حاجه ديزاين تحطها فوق الكوجينه ستريبوسا هذه تعطي حاجه منظر كبير. نحطو هنا بعد نزيد عليها لي زانغريديون هذوما اللي عملتهم مع بعضهم تذكروهم هذوما ونحطوهم الكل. انا توا نعدي لكم عندي هنا بوكال تو نعديه لكم. عملناه امس برك وتو تشموا الريحه نتاعو كيفاش ريحته. نحب الناس الكل تشم وتقول لي تعطيني تعطيني رايها. بون كيما قداش عليه خل شويه كيس كيس هذا مبدئيا مبدئيا حتى نقول لكم زدت اخر مرحله بعد الخضو هكا بوكس بعد العملية هذي شو باش نعملو؟ تو باش ناخذو نغم هل هذا الكل لازم يعدي أموا سنتيم ونصف شطر زيت وشطر لا خل شطر زيت وشطر خل هذا بالنسبة لك حل أوكي؟ هاو بسيب أحلى بالزيتون أما باش تاكل حاجة أوكي؟ شوف هذي عملناه أمس هذي عملناه أمس تو باش نعديو لكم واحد واحد تشموه نعملوا نظره. حاجه اخرى نسيت ما قلت لكمش عليها نزيدوا شويه هريسه عربي فيها هريسه عربي. لا عملت غادي هنا باش نزيدوا شويه هريسه عربي وكما قلت لكم لي زاروم هذوما سا ديبون انتوما قداش تحبوا البنه نتاعها. غيرنا حنا سيراميك اوكي. بون انا ساعات نعمل حاجه ديزاين نعمل صحن وبعد نزيدو حويجه كيما هكا يقعد على الكوجينه تجولي حاجه منظر مزيانه برشا تي تو بيتا تو. نجيو توا للزيتون الاخضر كيف كيف نفس الطريقه على الاول نغسلو تحت ما جيري ديزون غسلناه تحت ما جيري ديما عندنا هنا احتياطي بالنسبه للزيتون الاخضر الطريقه ماهيش كيما عملناها بالنسبه للهذيه يعني باش نخليوه توا نغسلوه مليح كيما قلنا وبعد نخليه لمده 3-4 ايام حتى جمع ما سالش نخليه في الماء في الماء كل مره نعوضوا الماء مرتين ثلاثه في النهار حتى يتخلص من المراره نتاعو. اذا كان تلقى الزيتونه كبيره برشا لهنا عندك امكانيه انك تشقه ثلاثه شقات كيما هكا بالطول البريفيرونس بالطول خاطر بالعود بعد تحلك ديما بالطول وما نوصلش للاخر ديما شقة تكون هكا ونعاودوها كيما هكا غادي هكا 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 وهكا جوست ليجيرمون في توصل للقلب. علاش لا توصل للقلب خاطر القلب هي اللي باش تعطيك المرورية اون بليس وما نوصلوش حتى الاخر وهنا الوقت اللي بعد باش نتملحو ما يتحركش. بون اش باش نعملو توا قلنا غسلناه خلينا لمدة 3-4 ايام حتى جمعة ما سالش في الماء. من بعد باش ناخذوه باش نحطوا فيه الملح هنا كيف كيف عندها 4 مغارف ملح للكيلو 4 مغارف ملح ميم شوز ميم كونتيتي. باش نعملوا له تو هذه بعد ما غسلناه خليناه 3-4 ايام ميم جمعه تخليه في الماء تو نسقطرو نعاود نغسلو مليح خاطر باش تلقى فيه الفوال وقتها تعاود تحط فيه الملح الكيلو عليه قلنا 4 مغارف ملح تخليه مده 3 ايام في الملح هو هكايا. لكن هنا فما حاجه لازمو يسقطر هذايا اوبليكاتوار تخليه يسقطر ودي بريفيرونس ما تحطوش في حاجه حديد خاطر الملح راهو ياكل من الحديد فبالتالي يولي امبوزوني هكاكا ما تحطوش في الحديد. بعد ما نعملوا العمليه هذيا ابخي 3 جوغ كيف كيف نحطوه في بون درجيه اللي تحب انت نزيد عليه الخلطه اللي عطيتها لكم انا ساعه تجم هذيك ما تحبش هذيك تحط مثلا ثوم تحطوا رند نحطوا مثلا هنا زعتر ولا تيل اللي تحب انت. بون هنا ديما حسب الاختيار بالنسبه للزابون تحط اللي تحب انت. هذا بالنسبه للزيتون الاخضر. حاجه باش نقولها لكم بالنسبه للزيتون الاكحل يحضر بعد شهر الزيتون هذا فانجور يحضر فما هذا فانجور يحضر بالنسبه لاخر يحب له شهر. باش ناخذوا توا الزيتون الثاني الا راح داكوغ نجيو توا الزيتون الاكحل قلنا
زيتو لكحل صغير وهذا برشا ناس يفضلو هذا لكحل صغير. الحاجه اللي تميز الزيتون لكحل الصغير شنو هو على بقيه التمليح. هنا باش نخليو لي فوي الاوراق نتاع الزيتون نخليوها هذه ماده حافظه للزيتون. اون بلوس يعطيه ان اغوم سافور يطلعوا عرفت. بون كالعاده نغسلوه تحت ما جيري ومن بعد نخليه في الماء لمده 3-4 ايام ما ياخذش برشا برشا وقت بالنسبه لل نتنقيو في الماء. هكا كيما شفتوا لهنا انا عامله تقريبا على كيلو تقريبا 20 كعبه ورقه كيما نشوفوا. هذا زيتون لكحل الصغير. احنا قلنا بعد ما غسلناه خلينا الاوراق معاه حتى تجم الاعراف هنا تخليه كيف كيف مش مشكل حتى هو ماده حافظه هذايا بالنسبه لي. اون بليس هنا توا خليني 3-4 ايام في الماء ديما نبدل الماء كما قلنا. بعد باش ناخذ كيف كيف الملح نتاعي هنا بالنسبه لهذايا 3 مغارف مش 4 خاطر هذايا فيه الزيت اكثر. وكيف كيف نخلط هذا الكل وباش نخليه لمده 3 ايام وهكا هو في الملح نتاعو توا. لا من غير ما من غير ما لا من غير ما جوست احنا خليناه من الاول في الماء جوست يتنقع 3 ايام 4 ايام لمده جمعه. بون بعد ما عملنا العمليه هذيا هنا هذيا ما يزموش بوكو داغوم خاطر هو نفسه مفوح هو خليه طبيعته عرفت كيما طيب انت الحمل على العلوش ماذا بيك ما تفوحوش برشا كيف كيف الزيتون هذا ماذا بيك ما تفوحوش برشا. جوست باش نخليه له الثوم بالقشره نتاعو بطبيعه الحال نغسلها وننشفها خاطر ما جي با بزوان باش نزيدها بماده سائله بالقشره نتاعها. على الكيلو تعمل 4 فصوص وتنجم هنا تزيد مع قرون فلفل اخضر جوست تشقهم تنحي الوحده نتاعها هذه الكعموره قرن اثنين تعمل احمر على الشلا. بون منه زينه ومنه كذلك باش يفوح الزيتون هذايا تنجم تزيد رمد كيف كيف. بون هنا يبقى ديما حسب الرغبه نتاعك. هذا يحضر في نص شهر نص شهر تلقاه حاضر بيان سور بالنسبه للناس اللي ما تحبش مالح برشا. بون باش نعملوا هذايا بعد ما نحطوه في مزانه نزيدوا عليه شطر ماء وشطر خل. الخل ابيض فاصون ديما الخل ابيض. بون اذا كان حبينا بيان سور هو موجود الخل البلزميك كان تلقاوه ديما سي ميو احسن سي بون. اي ايش قلت لك انا اعمل لي زاغون اللي تحب انت. بون انت ميرسي ذكرتني احنا عملنا كذلك امس زدنا شويه بسبيس في ليزانغريديون اللي عملناهم. بون كيما قلت لك هنا لي زاغون تصرف كيما تحب تحب تنقص تحب تزيد كيفاش هذا هو. اي والقارص اي قارص فحتى في الاخرى هذه في الزيتون الاخضر قارص. بون اللي بقى لنا هو الزيتون الاحمر. بون الزيتون الاحمر حاجه اخرى الزيتون الاحمر شو باش نعملوا له باش ناخذ كعبة الزيتون تجم انت حتى على هكا على الطاوله شوفوا مليح نعملها هكا فرشخه فرشخه مليحه فرشخه مليح كيما هكا هذايا بالنسبه للزيتون. وبعد نخليه يتنقع في الماء تقريبا نهارين ثلاثه كان كثرنا مش حاجه كبيره سورتو كي بدا كبير. ونفس الطريقه اللي عملناها بالنسبه للزيتون الاخضر فيش حتى اشكاليه. هذا هو هذا هو بالنسبه للزيتون الاخضر. دونك باش نعطيكم دي روسيت بالنسبه للزيتون كذلك بالنسبه للزيت.